خلينا نقول ان الورق اهو تمام، اهو هنا اهو حطاه، علشان لو احتجت ورقة تكميلية هسحبها على ظهره اهوت. مانيش مجهزة حاجة عشان الناس اللي بتقول ان انتي بتفرنطيش الورق قدامنا، فانا فرنطت الورق قدامكم وطلعت القراءات بتاعتكم واكمالها هاخدهم تمام. خلينا نبدأ بداية، بادئ زبيد في حالة عاطفية لبرج الجوزاء. اول حالة معانا بتقول ليه متأخرين الزواج، واللي صبروا كتير جدا، واللي كانوا بارين بأهاليهم جدا، واللي رفضوا إكمال الزواج وفضلوا الصبر علشان خاطر يفضلوا عايشين مع أهاليهم ويخدموهم أو يساعدوهم. طبعا ربنا هو اللي هيجيب لكم حقكم طبعا، وربنا ما بيرضاش أبدا إن هو ما يديش لبني آدم حقه. يعني انتوا زي ما ضحيتم زي ما ربنا هيبعت لكم اللي يهنيكم ويسعدكم ويبعت لكم الخير وزيادة خلاص. فان شاء الله ربنا هيرضيكم ماديا، والحيرة في موضوع الزواج ربنا هيرسيكم على بر ويبعت لكم الخير ويبعت لكم ابن او بنت الحلال اللي يستهلوكم واللي يبعت لكم السعادة، واللي انتوا صبرتوا كتير وفضلتوا قاعدين مع اهلكم كتير عشان خاطر تخدموهم. فان شاء الله طبعا كما تدين تدان، يعني زي ما انت بتعمل زي ما هيتعمل لك. زي ما انتم عشتوا لخدمة اهاليكم ولمراعيتهم، ربنا هيبعت لكم اللي هيخدمكم واللي يراعيكم تمام. خلينا نشوف حالة تانية من حالات برج الجوزاء. حالة تانية من برج الجوزاء، واللي تم الفراق والبعد بينكم وبين حبايبكم بسبب الصرف، مش بسبب الصرف، بسبب قلة المادة. فقلة المادة دي ادت لانكم تسافروا او تبعدوا علشان خاطر انتوا حسيتوا ان انتوا مش اهل للارتباط ده، تم ابعادكم غصب عنكم زي ما بيقولوا. كان نفسكم ان انتوا تبقوا جنب حبايبكم، كان نفسكم ان انتوا تكونوا معاهم اسره سعيده، ولكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن. جات الريح باللي انتوا ما بتشتهوش، وتم رفضكم وتم ابعادكم وتم انفصالكم. اجتهدتوا كتير، بعدتم علشان خاطر تجتهدوا كتير وتجمعوا كل قرش وكل مليم اسفه وترجعوا وانتوا اهل العلاقه دي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، بس بعد زوال الغمه يعني. فان شاء الله انتوا هترجعوا بعد الابتلاءات وبعد زوال الغمه، وهتتقدموا تاني او هتبداوا علاقه جديده مع حد تاني خالص. لو انتم مش خلاص رافضين كرامتكم ان انتوا ترجعوا لنفس الباب، فهيكون ليكم اعداد وتجهيز و بدء في حياة جديدة كلها أمل وكلها سعادة وكلها إثمار. وبعد الألم وبعد الوجع وبعد الجرح هيكون في أسفة مدوية من ربنا ليكم ولجراحكم، وقد كده هتكونوا سعدة جدا في الأيام اللي جاية. وإن شاء الله ربنا هيبعت لكم كل الفضل وكل الخير. حالة جديدة من حالات العاطفة لبرج الجوزاء، واللي تم الانفصال والبعد عن الحبيب ولكن من غير اي سبب ومن غير اي ابداء للاسباب. بعد وانصرف وقفل وعمل كل حاجة انتم مش فاهمين هو اتعمل فيكم كده ليه. طب احنا قدمنا ايه وحش؟ طب احنا قدمنا ايه نستاهل عليه الحزن ده كله؟ عايز اقول لكم ان ربنا هيديكم في الفترة الجاية كمية طاقة ايجابية، كمية طاقة وسيطرة على العاطفة وعلى العقل بشكل كبير جدا، وهتقدروا ان انتوا تحسنوا الاختيار في المرة اللي جاية. وان شاء الله ربنا هيرضيكم بأحسن مما تتمنوا ان شاء الله. مش هقول في رجوع لان مفيش رجوع للنوعية ديت من البشر. ان شاء الله يا رب يا رب يبعت لكم كلكم كل الخير. عايزين نشوف حالة جديدة برضو من حالات برج الجوزاء، واللي تم الطلاق او الانفصال بسبب عوامل خارجية ادت لكسر البيت وهد حيطانه وبعدكم عن بعض والانفصال. وعلى قد ما انتوا بتحبوا بعض انتوا الاتنين، وعلى قد ما انتوا تعرضتم لألم شديد من الانفصال او حدوث الطلاق، ان شاء الله ان شاء الله يا رب في لكم رجوع وفي اصلاح لما تم هدمه. وعايزين نقول ان كان الفراق بسبب اسحار وبسبب طاقة سحر رهيبة ادت للفراق والتفرقة، وان انتوا يعني اتعرضتوا لعلاج او قمتم بطلب العلاج ليكم ولحبيبكم او حبيبكم
وان شاء الله في رجوع كبير جدا، بهنا كبير، بشفاء كتير ان شاء الله، وفي سعادة لقلوبكم باكتر من ما تتمنوا ان شاء الله. في طاقة شفاء كبيرة جدا، انتوا لجأتوا للعلاج الصح وتم المداواة بالفعل، وفي هيتم رجوع وهيتم بناء من اول وجديد للبيت او للعلاقة، وان شاء الله ربنا ههنيكم ويسعدكم. ودي كانت قراءة حالة من حالات برج الجوزاء. هنشوف حالة كمان، حالة كمان من برج الجوزاء. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. عايزين نقول ان تم خلاف او بعد بين اطراف القراءة ديت بناء عن اختلاف مع الاهل وخناقة كبيرة نشبت ما بين الاهلين، او اهل الزوج والزوجة، او اهل الحبيبين، وتم بعد كده الانفصال والتفرقة بينكم. حسيتم بقد كده وجع، حسيتوا ان انتوا بتموتوا بالبطيء، حسيتوا ان انتوا قلبكم اتقطع والشال من مكانه. خناقة انتوا مالكمش فيها اي يد، وليس لكم فيها ناقة ولا جمل، وما انتوش عارفين ايه الحكاية وايه اللي حصل وليه. كان في حقد كتير، كان في حسد كتير، كان في طاقة سلبية كتيرة جدا بين افراد الاسرتين او القبيلتين خلينا نقول، وتم التفريق بينكم والبعد بينكم، وان ما ينفعش ترجعوا لبعض، لان حصلت الخناقة كانت خناقة كبيرة جدا عملت اضرار ما بين العيلتين، والعيلتين عندة جدا ورافضين الرجوع. طيب في الحالة دي انتوا بقى ايه اللي مكتوب لكم في اللي جاي؟ الحبيب شايفكم ازاي؟ الحبيب شايفكم من بعيد متحسر عليكم، عايز يرجع لكم، بيحبكم جدا. منهم يعني منهم ناس تم الارتباط بشخصيات تانية ومع ذلك هم مش لاقيين السعادة، نفسهم ان هم يرجعوا لكم انتم، ولكن وجود الاهل منعهم ومنعكم من الرجوع. المسألة كانت كبيرة قوي قوي قوي، اتعرضتم لوجع كبير قوي قوي، هما كمان اتعرضوا لزيه، لسه بيفكروا فيكم، لسه بيتابعوكم، لسه بيراقبوكم من بعيد، وبيحاولوا ان هما يتطلعوا لاخباركم ويعرفوا عنكم كل جديد. يا ترى ليكم رجوع معاهم؟ ليكم رجوع ولكن بعد فترة من الزمن ليست قصيرة، فربنا يا رب يجمع شملكم لو ليكم فيهم خير. قراءة كمان للعاطفة لبرج الجوزاء، خلينا نقول للعزاب ومتأخرين الزواج واللي طال بيهم الصبر واللي منتظرين الفرج واللي منتظرين فرسان الأحلام وفتيات الأحلام وعايزين يكملوا أحلامهم. إن شاء الله في تقارب مع شخص أو إنسانة قريب جدا، هيتم الطلاق بينهم وبينكم ان شاء الله، وهم بني ادمين هيدخلوا حياتكم في شكل زوار او عشان ان لا اله الا الله، اسفه، في شكل زوار او اشخاص هتتعرفوا عليهم في جروبات دردشه، هتبدا العلاقه زي زياره وزي معرفه عابره، وبعد كده هتتوطد وهيكون فيها نجاح، وبعضهم هيتم توطيد للعلاقة بزواج وخطبة، وبعضهم واللي من بلد تانية ومن بعيد جدا هتبقى علاقة حب دايمة وجامدة، ولكن المسافات هتبعدها، ولكن في وقت من الأوقات هتيجي أخبار وهيجي الحبيب أو الحبيبة هتقوم بزيارة المكان اللي انتم فيه، وهيتم إتمام للزيجة أو للخطبة، وسعادة كتيرة لجميع الأفراد. آخر حالة معانا النهاردة لحالات برج الجوزاء، خلينا نقول إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بالنسبة للمتحابين والمرتبطين مع بعض والمتزوجين، إن شاء الله في ليكم إن شاء الله فرصة كبيرة جدا للحمل، وفرصة كبيرة جدا لإنجاب أطفال أصحاء في الفترة اللي جاية إن شاء الله. وفي كمان هنقول شفاء، لو في حد مريض عندكم في البيت في ليه شفاء ان شاء الله، والكلام ده ينطبق مع بقية حالات برج الجوزاء، في شفاء، في رزق، في قدرة كبيرة على فهم الامور وحكمة، في تحصيل علم، في نجاح ان شاء الله،
كل الحاجات دي هتبقى جميعا لبرج الجوزاء كله. خلينا نشوف قراءتكم العاطفية يا برج الجوزاء بالنسبة لعموم برج الجوزاء. القراءة اللي من الرومان ستارز واللي بتعزز قراءتنا بتقول ان احنا محتاجين ان احنا نفتح عقولنا ونفهم الناس اللي قدامنا، والعلاقة اللي هي توأم الروح او علاقة المتحبين لازم تبقى فيها اخذ وعطاء، ما نوقفش، ما نتلككش، ما نتخانقش، ما نزعلش بسهولة، نحاول ان احنا نطول بالنا، ونحاول ان احنا ندي مدى للحياة، ونحاول ان احنا نتواصل مع محبوبينا، ونحاول نديلهم كمية وافرة ووفيرة من الحب والعاطفة علشان هم كمان يردوها لنا بالمثل. بتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير وعلى خير، واتمنى ان ما اكونش اطلت عليكم. بتمنى ان احنا نوصل بعض ان شاء الله للخير والسعادة. بحب تسيبولي كومنت طيب.